في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله وصدقه الحديث. يقول: هل لا بد من الإتيان يعني المجيء، أم إنه حتى لو صدقه وهو بعيد عنه كمن يشاهده خلف الشاشات في التلفاز؟ هو إتيان، مشاهدته وتصديقه إتيان، ينطبق عليه الحديث. نعم. وهل ورد أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ نعم، هذا في صحيح مسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا في صحيح مسلم. أما من أتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد، هذا حديث السنن. نعم.